يعني خارج نطاق التوقعات، كذلك هناك اهتمام كبير لفهم أوسع حول الحالات المدارية وتشكلها وكذلك تصنيفها والظروف التي تساعد على تطورها. وللحديث حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الاتصال خالد بن خميس الجهوري، خبير ومهتم في الأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بك الأستاذ خالد. حياك الله أخوي عبد الله، المسا عليك والمسا على السادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين جدا بالتواصل معك. والكل يعني مهتم ويتابع التطورات للحالة المدارية في بحر العرب ببارغوي، ويعني هناك اهتمام في فهم أوسع كذلك للحالات المدارية. يعني بداية الأستاذ خالد، الاسم غريب شوية علينا، من خلال متابعاتكم واهتمامكم ماذا يقصد ببارغوي؟ ما أعرف إذا لقد نطقتها صح ولا خطأ بعد. طيب سنأتي لهذا النقطة أخي عبد الله بالنسبة لتسمية الحالات المدارية، لكن خلينا بداية نعرف الحالات المدارية كيف تتكون. الحالات المدارية تتكون في مياه البحار والمحيطات الدافئة ما بين تقريبا خط عرض 5 إلى خط عرض 20 شمال خط الاستواء، وأيضا خط عرض 5 وما بين خط عرض 5 وخط عرض 20 جنوب خط الاستواء. ولا تتكون الأعاصير بالقرب من خط الاستواء بسبب ضعف قوة كوريوليس، القوة الناتجة عن دوران الأرض، فعادة الأعاصير ما تتكون بالقرب من خط الاستواء. الأعاصير والحالات المدارية تستمد قوتها من مياه البحر الدافئة أخوي عبد الله، عادة يعني يشترط أن تكون درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية على الأقل. حاليا حسب الوضع الحالي درجة حرارة سطح البحر تتجاوز 30 درجة مئوية، وبالتالي الظروف الجوية مهيئة ربما لتطور أكبر أو في شدة الحالة. أيضا العوامل المساعدة والملائمة على تطور الحالات المدارية بالإضافة إلى درجات حرارة سطح البحر العالية، نحتاج عادة يعني في علم الأرصاد ما يسمى هي منخفضة لما يسمى برياح القص أو الوينتشير. هذه يعني بشكل مختصر يعني هو تغير اتجاه أو سرعة الرياح مع الارتفاع عن سطح الأرض. بالنسبة للحالات المدارية ظروف الملائمة أن تكون رياح القص هذه ذات قيم منخفضة. هناك موسمان لتكون الحالات المدارية في بحر العرب. الموسم الأول يسمى البريمونسون سيزن، الموسم اللي يكون قبل بدء هبوب الرياح الموسمية ويكون خلال شهري مايو ويونيو. أما الموسم الآخر فيسمى بوست مونسون سيزن، أو الموسم الذي يلي يعني انتهاء الرياح الموسمية، يكون عادة خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر من كل عام. الحالات المدارية أخي عبد الله تصنف حسب سرعة الرياح السطحية حول المركز، تصنف كمنخفض مداري إذا كان سرعة الرياح السطحية تتراوح ما بين 17 إلى 27 عقدة، وتصنف كمنخفض عميق إذا تراوحت سرعة الرياح السطحية حول المركز ما بين 27 إلى 34 عقدة. إذا وصلت سرعة الرياح السطحية حول المركز إلى 34 عقدة طبعا تصنف كعاصفة مدارية، وتعطى اسم حسب يعني جدول للمسميات معد مسبقا من قبل لجنة العاصفة المدارية لبحر العرب وخليج للدول المطلة على بحر العرب وخليج الفنجال. هذه اللجنة تضم في عضويتها طبعا الدول المطلة على بحر العرب وخليج الفنجال، واللي عادة يعني تتأثر بالحالات المدارية التي تتكون شمال المحيط الهندي. ومؤخرا يعني انضمت الى عضويه هذه اللجنه دوله الامارات العربيه المتحده ودوله قطر والمملكه العربيه السعوديه واليمن الشقيق. بالنسبه للتسميه الحاليه هي تسميه من مقترحه من دوله بنغلاديش. فمثل ما ذكرت عبد الله، هناك جدول معد مسبقا، ومتى ما تكونت اي حاله مداريه ووصلت سرعة الرياح السطحية حول المركز 34 عقدة تصنف الحالة كعاصفة مدارية، وتعطى اسم وفق
هذا جدول المسميات المعد مسبقا من قبل هذه اللجنة. نعم، يعني هذه المفردة باللغة البنغلاديشية نستطيع القول؟ نعم. لها معنى معين؟ والله مش متأكد من المعنى. نعم. ما تحضرني معنى، ما يحضر معنى التسمية. نعم، المعطيات الأولية اللي بباريوي يعني كيف يمكن توصيفها مقارنة بحالات مدارية سابقة؟ هل المعطيات الحالية توضح أنها حالة مدارية أكثر شدة عن قبلها، ولا من المبكر يعني الحديث عنها الآن؟ طبعا نرجع لموضوع تصنيف الحالات المدارية. كما ذكرت يعني يصل تصنيف العاصفة مدارية إذا بلغت سرعة رياح سطحية حول المركز 34 عقدة. بعد ما توصل سرعة الرياح السطحية حول المركز 64 عقدة ننتقل إلى تصنيف آخر، تصنف الحالة إذا وصلت سرعة الرياح السطحية حول المركز 64 عقدة تصنف كإعصار مداري. نعم. وبعد ما نوصل طبعا إلى مستوى العاصير المدارية طبعا تصنف العاصير المدارية حسب الصوت يتردد عندي. نحن نسمعك بكل وقت. حسب ما يسمى جدول شافر سيمسون لتصنيف العاصير، وهو جدول يتكون من خمس فئات. الدرجة الأولى تكون في سرعة الرياح تتراوح ما بين 64 إلى 82 عقدة، الدرجة الثانية تتراوح سرعة الرياح السطحية في ما بين 83 إلى 95 عقدة. نعم. الدرجة الثالثة ما بين 96 إلى 112 عقدة، والدرجة الرابعة ما بين 113 إلى 136 عقدة، والدرجة الخامسة اللي هي الأخطر في تصنيف العصير تكون من 137 عقدة فأكثر. نعم. حاليا الحالة طبعا مثل ما أشار الأخوة في الإعصار تصنف على أنها إعصار مدار من الدرجة الأولى، هي يعني الدرجة الأقل في سلم تصنيف العصير، تتراوح سرعة الرياح السطحية فيه ما بين 64 و 82 عقدة. نعم. كمقارنة مع إعصار جونو، طبعا إعصار جونو في 2007 وصل إلى الدرجة الخامسة اللي هي تعتبر الأخطر في سلم تصنيف العصير. الحالة الحالية لا تزال تصنف كإعصار من الدرجة الأولى وقابل للتطور، تبدو الظروف الجوية مهيئة للتطور شدتها. نعم. كما ذكرت درجات حرارة سطح البحر عالية أكثر من 30 درجة مئوية، وبيئة رياح القصف أو قيم الضغط المنخفض لرياح القصف أيضا تساعد على تطور أكثر في شدة الإعصار المداري. نعم. الأستاذ خالد، بالنسبة لاتجاه الحالة المدارية يعني وفق آخر تحديث أنها تبعد عن أو بعد المركز عن السواحل 1140 كيلومتر، عادة ما هي الظروف والعوامل التي تحدد اتجاه مثل هذه الحالات؟ نعم أخي عبد الله، طبعا أنا ما أحب أخذ كثير في التوقعات، نتركها للجهات المختصة الأخوان في الأرصاد الجوية. لا، ما توقعات، هي الظروف التي نعم. تساهم في اتجاه الحالات المدارية يعني سواء حركة نعم. الرياح نعم. نعم. شوف أخي عبد الله، طبعا هناك ما يسمى في علم الأرصاد الجوية ستيرنج ليفل، أو يعني المستوى معين في يعني أحد مستويات الطبقات الجوية فوق سطح الأرض تقريبا على ارتفاع طبقة 500 ملي بار و 700 ملي بار، تسمى الستيرنج ليفل أي، يعني الطبقة المحركة للأنظمة الجوية بشكل عام. يعني فعادة ينظر إلى اتجاه رياح في هذه الطبقة على ارتفاع على طبقة 700 ملي بار وطبقة 500 ملي بار. طبعا هناك صعوبة كما يلاحظ الكثيرون، يعني في نلاحظ جميعا انه في صعوبة في تحديد مسار الحالات المدارية. صحيح. بالاضافة يعني الى يعني اتجاه الرياح في طبقة 500 ملي بار و 700 ملي بار، طبعا احنا نعتمد بشكل كبير على نماذج التنبؤات العددية. نماذج التنبؤات العددية تعتمد في دقتها، يعني تأخذ الرصدات الجوية كمعطيات، وبالتالي تعتمد في دقتها على وفرة وجودة الرصدات الجوية. فكما يعلم الجميع هناك ندرة في الرصدات الجوية فوق مياه البحار والمحيطات، وبالتالي نلاحظ أنه هناك في تذبذب، في تخبط في نماذج التنبؤات العددية بالنسبة للمسار المتوقع. يعني أحيانا
لاحظ انه بعض التحديثات تعطي المسار باتجاه الهند، بعضها يعطي يعني المسار باتجاه باكستان، بعضها يعطي المسار باتجاه السلطنه. بس عاده يعني قاعده عامه، يعني متى ما لاحظنا ان هناك توافق بين نماذج التنبؤات العدديه في المسار المتوقع يكون عندك ثقه عاليه في يعني دقه التنبؤ. حاليا الملاحظ انه طبعا يعني مثل ما ذكر الاخوه الاصاد انه خلال الايام القليله القادمه متوقع انه يتحرك باتجاه الشمال الى وسط بحر العرب. بعد ذلك يعني هناك في اختلاف بين نماذج التنبؤات في يعني في المسار المتوقع بعد ما يوصل الى شمال بحر العرب، هل يعني سيتجه الى سواحل السلطنه، هل سيتجه الى سواحل الهند وباكستان، ام هل يعني في احتمال ايضا انه تكون الظروف الجويه في شمال بحر العرب ما تكون ملائمه لتطور الحاله المداريه وتضعف الفلاشه في عرض البحر. هذا الاحتمال ايضا موجود. لكن بشكل عام كما ذكرت يعني الاخوه الزملاء الاصدقاء الجويه نوجه لهم تحيه شكر وتقدير، متابعين الحاله عن كثب. نعم. وان شاء الله يوافقونا بالتوقعات بالنسبه للمسار اول باول. بشكل عام يعني خلينا نقول في يعني بالنسبه للتنبؤات، التنبؤات العدديه تكون دقيقه يعني بشكل كبير على المدى القصير لحد 3 ايام، وتقل دقتها تدريجيا بعد 3 ايام. لذلك الزملاء في الاصدقاء الجويه مركزين على التوقعات قصيره المدى حاليا. خلال 3 ايام القادمه توقع يتحرك باتجاه الشمال الى شمال بحر العرب والى وسط بحر العرب، وبعدها لكل حاله تزن حديث راح نتابع يعني مع الاخوه في الاوصال الجويه اخر التحديثات حول المسار المحتمل بعد ما يوصل الى شمال بحر العرب. نعم، في حالات كهذه وظروف جويه كهذه، هل هناك يعني فرص لتلاشي الاعصار او قله حدته تدريجيا من خلال وجوده يعني في البحر؟ نعم اخي عبد الله، احنا نتذكر كلنا اعصار نيلوفار، يعني احد العصير اللي اقترب من سواحل السلطنه وبعدين انحرف بعيدا عن اقترب بشكل كبير من عواصف من سواحل السلطنه وبعدين انحرف باتجاه الشمال الشرقي. هناك ايضا عصار اخر والله ما اتذكر الاسم حاليا، ايضا يعني وصل الى مستوى اعصار مداري وبعد ذلك يعني كانت انتقل الى منطقه كانت الظروف الجويه فيها غير ملائمه لتطور الاعصار، كانت رياح القص عاليه وايضا يعني واجه يعني طبقه من الهواء الجاف، وبالتالي تلاشى ضعف وتلاشى تدريجيا في عرض البحر قبل ان يصل الى سواحل السلطنه. نعم، يعني من خلال حديثك الآن أستاذ خالد وحديث كذلك الأخوة في الأرصاد الجوية أنه التوقعات المسبقة الطويلة هذه من الصعوبة جدا أنها تعطيك يعني أي نتائج دقيقة، وبالتالي هذا يمكن يعني يفسر لنا يعني اجتهادات البعض أكيد الغير مرغوبة، لأنه لاحظنا هناك بعض القراءات التي تشير إلى محافظات بعينها ستكون الأكثر تأثيرا. هل نستطيع يعني القول أنه قطعا توقعات مثل هذه لا يمكن أن تكون دقيقة وصحيحة 100% والحالة لا زالت بعيدة عن سواحل السلطنة؟ شوف اخي عبد الله، مثل ما ذكرت يعني احنا نعتمد بشكل كبير على نماذج التنبؤات العدديه. لما يكون عندك توافق بين نماذج التنبؤات العدديه في المسار المتوقع انت ممكن يعني يكون عندك ثقه عاليه في دقه التوقعات. لكن الملاحظ حاليا انه هناك في اختلاف بين نماذج التنبؤات، بعض النماذج يعني تعطي مسار محتمل باتجاه سواحل السلطنه وبعضها يعطي مسار محتمل حتى اليوم، يعني حتى اليوم حتى تحديثات اليوم الصباح الساعة 4 فجرا لا زال يعني الاختلاف موجود بين نماذج التنبؤات، بعضها يعطي مسار محتمل باتجاه سواحل الهند وباكستان وبعضها باتجاه سواحل السلطنة، وبعضها يتوقع انه الحالة لما تصل الى شمال بحر العرب يعني تكون الظروف الجوية غير ملائمة لتطورها وتضعف وتتلاشى تدريجيا في عرض البحر. بشكل عام كما ذكرت يعني احنا ننظر الى توافق التنبؤات، وكما ذكرت يعني التوقعات او التنبؤات العاديه تكون دقيقه على المدى القصير فقط، يعني لانه هذه التنبؤات تعتمد في دقتها على الرصدات الجويه، وكما يعلم الجميع انه الرصدات الجويه يعني نادره فوق مياه البحار والمحيطات، وبالتالي تواجه نماذج التنبؤات العاديه صعوبه في تحديد المسار المحتمل
نعم. للحال لكن بشكل عام يعني ممكن يعني حسب النظام المتبع في السلطنة يعني يعني متى ما تم التأكد من المسار المتوقع وأنه راح يكون في تأثير مباشر على أجواء السلطنة يتم إصدار إشعار قبل 72 ساعة من التأثير المباشر للحالة المدارية. نعم معلش يعني استاذ خالد وهي فتره كافيه يعني نعم. لاخذ الاستعدادات اللازمه. نعم خاصه مع وجود تجربه وخبره سابقه في التعامل مع هكذا حالات. اشرت اكثر من مره الى الرصدات الجويه، ماذا نقصد عاده بالرصدات الجويه؟ الرصدات الجويه بمختلف يعني بمختلف اشكالها وانواعها، طبعا عندك رصدات جويه من محطات الرصد الجوي، عندك رصدات جويه من السفن، عندك رصدات جويه من سوق الاقمار الصناعيه، عندك رصدات جوية أيضا من بالون طقس، يوميا يتم إطلاق بالون الطقس يعني مرتين، مرة الساعة الرابعة فجرا ومرة الساعة الرابعة عصرا، وهذا البالون مزود بأجهزة استشعار تقيس يعني قراءات عناصر الطقس في طبقات الجو العليا، وهذا البالون يعني بالون الطقس طبعا موجودة معظمها على اليابسة يعني ف ما عندنا رصدات جوية كثيرة في مياه البحار والمحيطات، وبالتالي نماذج استنبات عادية حتى يعني تعطي توقعات جيدة يعني المسار محتمل للحالة تحتاج أنها تعرف الحالة المبدئية للغلاف الجوي، أنا إيش عندي الوضع حاليا يعني. فالحالة المبدئية للغلاف الجوي يتم تحديدها من خلال الرصدات الجوية بمختلف أشكالها، أيضا عندك يعني رصدات جوية من خلال طبعا صور الأقمار الصناعية، أيضا ممكن زودنا ب يعني قراءات لعناصر الطقس في طبقات الجو العليا. نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد على هذه الإضافة الثرية لحديثنا، وكذلك الثقافة والمعرفة العامة بالحالات المدارية وجوانب الطقس. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ عبد الله، ومثل ما أشرت في البداية ننصح الجميع طبعا باستقاء المعلومة دائما من مصدرها رسمي عبر الأرصاد الجوية العمانية، ويعني اللخ في الأرصاد عندهم خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات المدارية، وأتمنى إن شاء الله كل التوفيق في متابعة الحالة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد بن خميس الجهوري خبير أرصاد جوية، كان معنا للحديث بشكل عام يعني عن الحالات المدارية ومواسم الأعاصير وتصنيف الحالات وكذلك تسمياتها وغيرها من الجوانب. وهذا شق يعني وانت تتابع أخبار الطقس المستمرة يعني من الجيد أنك تتعرف على هذه المفاهيم. أما التحديثات والمستجدات كان لنا تواصل مع الأخوة في الأرصاد الجوية، وافونا بآخر الأرقام وآخر كذلك القراءات العددية، وبإذن الله تعالى يعني تكون دائما المعلومة متوفرة، ونحن بدورنا نقوم بهذا كذلك الدور بحيث أن المعلومة في أوقات مثل هذه مهم جدا أنها تكون دقيقة وما تربك الناس، وكذلك ما تترك فراغات ومساحات للقيل والقال والاجتهادات الغير مرغوب فيها إطلاقا. لذا نتمنى دائما وأبدا أنه نأخذ المعلومة من مصادرها ومصادرها متوفرة للجميع.